لا لا الدوري نعم. الليبي يدور يدور وتقعد المقدمة لثلاثة فرق أربعة في الأخير ثلاثة فرق ثلاثة فقط ثلاثة فقط ما تقول ليش نسميهم لأن معروفين الشارع الرياضي كلهم يعرفهم فثلاثة فرق الأولى موجودة يعني فرق أربعة في الأخير ثلاثة فرق أربعة في الأخير ثلاثة فرق وارجع حتى للسجل السابق ما اعتقدش ان تصير طفره في الطفرات معنا مره ممكن تحصل على الاولمبي مره النصر مره تحدي ولكن دائما الفرق الكبيره هي اللي تنافس من اجل البطوله سنعود اليك ان تصير طفره في الطفرات معنا مره ممكن تحصل على الاولمبي مره النصر مره النصر تصير طفره في الطفرات مره النصر مره تحدي ولكن دائما الفرق الكبيره هي اللي تنافس من اجل البطوله ولكن دائما الفرق الكبيره هي اللي تنافس من اجل البطوله